دكتورة منى خالد الصالح، أخصائية الأمراض الجلدية. أهلا وسهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا، صباح النور. أهلا وسهلا. مرحبا دكتورة. نتحدث عن الشيخوخة أو مظاهر الشيخوخة، حدثينا عن أبرز معالمها. هلا لما نحكي عن مظاهر الشيخوخة أول شيء بيخطر على بالنا هو التجاعيد، ومن هالنقطة بنحب نذكر إنه التجاعيد هي عبارة عن نوعين. نوع هو عبارة عن التجاعيد العريضة اللي بتكون بالوش وفي الخطوط الناعمة، واثنيناتهم يعتبروا من مظاهر الشيخوخة، علما إنه في منهم بيظهر باكر عند بعض الأشخاص، وهذا الشيء بيعتبر من الأشياء الجينية الموجودة فيه. من الأشياء الثانية اللي بتنذكر وهي كتير مهمة وهي من علامات الشيخوخة مثل الشامات الشمسية أو الشامات الشيخية اللي بتظهر على الوش، ترقق الجلد اللي بيصير مثلا كل ما حاله يصير رقيق بالنسبة للبشرات الجافة أو بالنسبة للبشرات الدهنية، ظهور المسامات. مجمع فاليو الطبي، لأنكم القيمة الأكبر لدينا.